ايش اللي صار؟ احكي. راحت تنقص شهيد، لقيناها شهيد وفي نص الشارع تبع ابو زتون، راحت اللي هم طخوها في بطنها، بعد هيك كملوا عليها واستشهدت وحرقوا كل المدارس. طلعونا، ابوي استشهد، اخوي مفقود، وهي اختي الثانية ومرت ابوي، كلهم راحوا. ايش ضل لنا؟ خلص معيم، شان الله وقفوا الحرب، اعمل المستحيل، بدناش اي حاجة، بدناش دعم، بدناش اي حاجة. دم على ايدك ايش؟ دم اختي الله يرحمها، جبناها وقالوا اليوم هاي بدهم يدفنوها هناك. ان شاء الله رسالتنا للعالم، امان الله وقفوا معنا، ان شاء الله خلص معيفة. صمدت لاخر نفس في المخيم، كيف تعامل معك الجيش في الايام اللي عشتيها المحاصرة؟ حصرونا جوع ودمار، ودورنا راحت، واهلنا راحوا، ضلينا صامدين لاخر محصة خش علينا اليوم. بدناش نطلع، اللي طلع طلع، واللي ضلينا احنا ضلينا، يا بنموت مع بعض يا بنعيش مع بعض. وطلعونا كلهم من المدارس وولعوا الدنيا في المدارس. عظم الله اجرك، يعني دم اختك ما شاء الله لسه على ايدك، الله يرحمها ان شاء الله ويتقبلها يا رب.